أستاذ محمد عثمان مرحب بك، وليتك تضعنا في أجواء اعتصام القصر الجمهوري حتى هذه اللحظة. مرحب بك ومرحب بكل المشاهدين الكرام. مرحب، تفضل. نحن في الحديث الصغير ذهبنا اتجاه القصر الجمهوري واعتصام فيه لانسداد الضغوط السياسي في الدولة السودانية نتيجة لاختطاف بعض القوى السياسية التي ليس لديها أي وزن سياسي في الدولة السودانية. تم اختطاف الحرية والتغيير من أربع أجسام سياسية قادوا الدولة السودانية للوضع الحالي. لم يحصل أي تغيير في الدولة السودانية بعد سقوط النظام نتيجة لاختطاف المشهد السياسي لبعض القوى السياسية. نحن الآن أمام القصر الجمهوري، جئنا للقصر الجمهوري لنحتكم فيه للقصر الجمهوري لمكانته، ولم نأتي للقصر الجمهوري للعسكري من دول الرفاق في الحرية الصغير الجانب الآخر، بل جئنا لكي لرمزية المكانة. لرمزية المكان يا محمد، يا محمد حضرتم لرمزية المكان، المطالب شنو؟ المطالب التي يجب ان تنفذ. المطالب اللي نحن قاعد ندعو لها، نعم، نحن اكثر شجاعة، اكثر شجاعة للاخرين، لذلك طالبنا بحل الحكومة، رغم اننا نحن نجيب من هذه الحكومة، ولكن شجاعة منا طالبنا لأن الوضع الحالي وصل لانسداد لا يمكن معالجتها الا بحل هذه الحكومة الكريمة. هل هذه الحكومة لا يعني انه نحن متمسكين بالوثيقة الدستورية، متمسكين بالفترة الانتقالية الموجودة، متمسكين بالأنظمة الموجودة ذاتها بناء على اتفاق جدة وبناء على الوثيقة الدستورية اللي وقعوها الرفاق رغم اختلالها ورغم انه عدلوها كذا مرة. الفترة الانتقالية يا محمد، الفترة الانتقالية يا يعني ما هي الفترة الانتقالية دي؟ حتى الآن ما محددة وما معروفة، يعني الناس بيتكلموا عن إنه في باقي لها سنتين، في ناس بيتكلموا بعد اتفاق جوبا، يعني الفترة الانتقالية يا اللي أنتم متمسكين بها اللي هي حدها وين يعني؟ الفترة الانتقالية موضحة، الفترة الانتقالية موضحة في الوثيقة الدستورية، وبناء على اتفاق جوبا الفترة الانتقالية مدة 3 سنوات اللي هي حتنتهي التي ستنتهي في أي تاريخ يعني؟ لانه في حديث عن الانتخابات، يعني من ضمن المطالب يا محمد انه في حديث عن الانتخابات، فالناس ملتبسه عليهم النقطه دي، هل الانتخابات مبكره؟ هل الانتخابات في الفتره المحدده؟ والفتره المحدده دي اتى يعني عشان تكون الصوره واضحه يعني. نحن ملتزمين بالفتره الانتقاليه بفترتها، لان الانتخابات تقام في نهايه الفتره الانتقاليه. نعم. في نهايه الفتره الانتقاليه لجنه توصيل بنود الانتقال الثلاث ومشاركة النازحين واللاجئين في الانتخابات القادمة، لأنهم من حقهم أن يشاركوا، ودمج القوات الحركات المسلحة في الجيش السوداني متحول لحجاب الحركات المسلحة إلى حجاب سياسية مشاركتها في الانتخابات القادمة. نعم. طيب يا محمد، التزييد بالوثيقة، نعم، الاعتصام يعني التزييد بالوثيقة. طيب الاعتصام، الاعتصام إلى متى سيستمر الاعتصام؟ هل مفتوح؟ هل محدد بتحقيق المطالب؟ سيستمر الاعتصام الشعب السوداني امام القصر الجمهوري لحين حل هذه الحكومه، لتكون حكومه تبني غراب. نعم. طيب في دعوات، نحن مطالبنا واضحه ان يتم حل هذه الحكومه، نعود لمنصه التاسيس، نعود لمنصف التأسيس اللي أغرتها الوثيقة الدستورية وخرطوها الأحزاب السياسية بأن يجب تكون الحكومة بحكومة النقاط. نعم. طيب في حالة عدم الاستجابة يا محمد، في حالة عدم استجابة للمطالب، ما هي الخيارات الأخرى؟ سيستمر تضعيفنا أمام القصر الجمهوري، ولن نعود إلى طيب إلى أن تحل هذه الحكومة. في دعوات ل 21 اكتوبر، وما ادراك ما 21 اكتوبر باعتبار ذكرى لثوره اكتوبر. انتوا وين من هذه الدعوه يعني، ومن هذه الدعوات التي بدات تخرج للخروج في 21 اكتوبر؟ نحن اكثر ديمقراطيين من الرفاق في الطرف الاخر،
نحن يحق لكل مواطن سوداني انه يمارس عمله السياسي وحريته بدون يخرج. نحن مع الاحتفال بذكرى 21 اكتوبر دعمين لهذه الذكرى، لانه ذكرى مجيده بالنسبه لنا، ونحن لن نخون رسالة من الاخرين. نعم. لن نخون رسالة ولن نضربهم كما فعلوا اتجاهنا يوم امس. لن نمارس هذه على ال 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 الاساليب المشينه. طيب محمد بتشتغل لانه اي انسان ديمقراطي. نعم اخ محمد، يعني ختاما كده انا دايرك تصور لي المشهد الان داخل الاعتصام، يعني كيف هو المشهد الان؟ نشهد الان كيف شيء كبير جدا امام قطر جمهوري بعد الالاف، والان حاليا انه الخطوط من الولايات قادمه للخطوط للانضمام لهذه المسيره، سيستمر الاعتصام لهنا حل الحكومه. الان كل المواطنين موجودين وضايقين في مكان الاعتصام منذ امس، وسيستمر هذا الاعتصام نعم حل هذه الحكومه. نعم خير عاجل ان شاء الله. نتمنى انه في دوله رئيس الوزراء ان يستجيب للشعب السوداني. نعم. الذي خرج. شكرا شكرا جزيلا محمد عثمان حمدت، عضو اللجنه المنظمه لاعتصام القصر الجمهوري وعضو المكتب السياسي لحركة العدل والمساواة، كنت معنا من اعتصام القصر الجمهوري.